شويه اوت. لابد من تنسيق الجهود من اجل الحفاظ على الثروه الغابيه وكذا ضمان سير حسن لموسم الحصاد. خلال هذا القافله تحسيسي سوف نقوم ب يعني تلقين الفلاحين و يعني حثهم على اتخاذ الاجراءات الوقائيه، توزيع مطويات تدبر تدابير امنيه، بالاضافه الى ذلك اجراء تنظيم يعني ورشات لكيفيه استعمال وسائل الاطفاء.